سبحان الله، الفيديو ده من أعجب الفيديوهات اللي أنا شفتها. غزالة تقوم بإيقاف سيارة ولا يستطيع السائق المرور، فيحاول التحنن إليها لتنصرف. يستمر الأمر حتى يعرف السائق أنها تحتاج إلى مساعدة وتعلم أنه فهمها. تقوده الغزالة في الطريق لمدة 9 دقائق إلى أمر ما. تقوده إلى ابنتها العالقة في إحدى الشباك في إحدى الحدائق. الأم قلقة على ابنتها، لا تعلم ماذا سيفعل السائق بها. قام السائق بمحاولة تحرير الصغيرة من الشباك. الأم في حالة قلق شديد وارتباك. نجح السائق في تحرير الصغيرة لتفر هاربة، ولكن لم ينتهي الأمر بعد. الأم والصغيرة يتبعان السائق، ولكن لماذا؟ الصغيرة أتت إلى السائق، لقد جاءت لتشكره بعد أن فهمتها الأم. سبحان الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والله إن الحيوانات لتعلمنا الأخلاق. سبحانك يا رب. Thank you.